ترى حنشاهد كيف ضربه والحكم. هسه عندنا فيديو كابتن هيثم. انا ايش اقول؟ انا ايش اقول؟ اليوم ذول لنفرض مثل من الستة للسبعة هاي الجهة اعتدت. انا ليش ما اقفل البوب؟ او اعتقل. اعتقل هسه احنا ما لنا دخل بغيرنا، ما لنا قبل هسه اعتقلهم. اول شيء الغاء المسيء يأثر على الجيد. اخذ لي فد 15 20 واحد وعاقبهم، وعاقب ادارات الانديه بمبالغ قويه. هسه انت اليوم انا الخبر هسه قريته، تدري شو مغرمين الجويه؟ اي ثلاث مباريات حرمان لنهايه الموسم. اسمح لي نهايه الموسم القوه الجويه باقي له مباراه على ملعبه، مباراه على ملعبه ونهايه الموسم، يعني مباراه واحده حرموهم وغرامه ماليه بنفس الوقت. هاي مو عقوبه بنفس الوقت، هاي راح تتكرر. انا مو قوه هاي تتكرر. انا اشيلك على كل لان الشين اثر على مال صارت مال اربيل مال الشرطه مال الشرطه مال الشعب. صح مال الشعب مو بس حتى المحافظات الجنوبيه صارت بكل مباراه بالنجف هم صارت. زين ممكن الفيديو مال ضرب الحكم. زين الحكم ليش انا اضربه؟ زين هذا بشر وقاعد يخدمك ويخدم الرياضه. يعني شلون نريد نرفع الحظر؟ زين انا احكي له اللي ضربه اللي ضرب الحكم، تقدر انت الحكم فايت بالشارع وجب وجهه تضربه؟ شاهد شاهد يعني كابتن سنان يعني يصير ايش وقت نفع؟ والله انقهرت انا على هذا ايش وقت نفع؟ والله انقهرت علي كابتن. بتدري هنا شنو؟ انا الجمهور جاي، بعض منهم مو كلهم، هو جاي يريد يختلق هاي الشيء للإساءة. صدقني والله، خاصه ذول الاطفال هسه اللي مو الكبار، ترى اللي اذا جمهور جويه مع تحياتي لهم، جمهور الزوراء، جمهور أبو مصطفى، جمهور المحافظات، أبو جمهور مصطفى الشماليه. انت قلت هذا الصغير صدق يضرب. هذا جاي، هو يريد جاي داخله يريد يسيء. ابو مصطفى شلون احد من هاي كابتن؟ زين انت هذا اللي ضرب، ماكو احد داير مدايره كبار بالسن قاعدين بالجمهور يسحبه يقول له ليش سويت؟ ترى ماكو مثل يعني قبل انه تقعد ناس مثقفه قله تلقى. يعني انا البارحه قاعد بالمقصوره وقاعده عوائل، كميه الغلط والغلط والمسبه والافشاء والله استحيت. يعني نوبات انا احب اخذ عائلتي، يعني انا البارحه ماخذ بناتي ورايح. صح. بعد ما اقدر اخذهم، ممكن بعد سنه سنتين بعد ما اقدر اخذهم. هسه ممكن صغار لا طفل، الطفل خاصة ترى ياخذ، يعني حكي اي حكايه ياخذها يخليها بباله. يعني اخلي داير مداير بالذات المقصوره، اكو عوائل اللي يسيء قدام العالم. هذا حكم، هذا خطيه. زين والافشار والغلط على الحكم واللاعبين، يعني الحكم يكون صريحين. ترى البارحه التحكيم كلش حلو جيد جدا والله العظيم ما بيخطا. واقول لك شغله للامانه، ارجع باوع المباراه، يمكن كابتن هيثم يأيد. صفاء ينطرد، صفاء ينطرد، وكان مع القوة الجوية أكثر من الزوراء. مع القوة الجوية صح. حكم مباراة الأمس كان، يعني أنا عندنا جروبات قالوا الحكم جامل صفاء، هذه هاي الأخير بالشوط الأول ينطرد صفاء هذه. لكن الخسارة ما تؤدي إلى تكسير الكراسي والإساءة للحكم والغلط والسب والش، منو يقبل هو واحد يسبه ويشتمه؟ هو هذا الدا يغلط، يقبل واحد يسب عرضه يسب أهله؟ ما أنا قلت لك هسه وجهه بوجهه بالشارع، يقدر يسبه؟ يقدر يضربه؟ نقطة مهمة على اللي حدث، مال احنا ما نلبس اللوم على الجمهور. يعني انت اللي شفته انا البارحة، يعني حتى مع تحياتي الأخوة بالأمن الملاعب، يعني ما من المعقول هو يشوف عليك الكرسي أنت تعيده عليه. أنت باوع تفرج عليه عوفه، اعطيني مقطع الكراسي خلينا نشوفه. ليش تعيده عليه؟ هسه راح اشوفه. اعطيني مقطع الكراسي. انت ظل واقف، هو ما هو حتى لو كابتن هيثم. انا اليوم جاي اضربك باوع كابتن سنان. اي اي لا انا اليوم جاي اضربك. هذا شو انت شوف هسه راح اطلع لكم الاغلب ما يعرف شنو قرارات امن الملاعب، شنو عملهم. احنا ما نعرف استاذ سنان، قبل هذا يصعد عليك يموتك كتل بالعوده وما اعرف شنو يعتقد. لا قبل تروح، قبل مو هنا يوقف، قبل مو هنا يوقف، قبل بنص الجمهور يوقفون. شوف بنص الجمهور. اعطيني حاله الاعتداء على امن الملاعب، اللقطه اللي بعد هاي. زين هذا ابو امن الملاعب شنو ذنبه انت تضربه؟ هو ما اجى تعدى عليك، انت اسئت كسرت كراسي. نعم. يلا دا يريد يمنحك. يمنعك.